مشاهدينا في كل مكان، تحية الود والاحترام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة مباشرة من ظلال الأصيل، نتكي على ظلال الفكر والمعرفة والثقافة. تحية تقدير واحترام للعزيزة إكرام محمد عبد الله، تمنياتنا لها بالصحة والعافية، على أمل أن تعاود مجددا لتقديم هذا اليوم من ظلال الأصيل في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إذن هي محطات مختلفة ومتنوعة، نتمنى أنه تنال رضاكم واستحسانكم. اليوم الشارع السوداني أو محبي الأسطورة الراحل المقيم في وجدان الشعب السوداني والمحبين محمود عبد العزيز وأيضا الفنان الأمة مصطفى سيد أحمد، ذكرى هي حزينة مرت على الشارع السوداني، إلا أنه بتأكد على بصمة الفن السوداني. رغم اختلاف محمود عبد العزيز ومصطفى سيد أحمد في أغنياتهم وفي مشروعهم الفني، إلا أنه وحدوا الوجدان يعني وجمعوا كثير من التحولات السودانية في المجتمع. كمان هم من الفنانين اللي عندهم قاعدة كبيرة جدا من المحبين حتى بعد مماتهم من العشق والحب. محمود عبد العزيز صاحب منتوج كبير من الأغنيات اللي ظلت راسخة في وجدان الشارع السوداني، يظل هو فنان الشباب الأول ماحيين على البسيطة، لأنه حتى ما بعد ممات محمود عبد العزيز ظلت الأغنيات في انتشار وظلت المحبة في اتساع. نعم سكت الرباب، لكن لم تسكت أصوات المحبين الصادقة في الدعاء له بواسع الرحمة والمغفرة. لا ننسى أيضا مصطفى سيد أحمد صاحب هذا المنتوج الكبير الذي خرج من معون الإبداع الضيق إلى فضاء أوسع من الأغنيات، يعني جمع الحبيبة وجمع الوطن وجمع القضايا المجتمعية. ما أحوجنا لأغنيات مصطفى سيد أحمد التي تردد الآن مشاهدينا من قبل المجتمع السوداني في الحراك الثوري الكبير. هي عبرت حقيقة عن واقع الإنسان السوداني البسيط في معاشه. ألا رحم الله الأسطورة محمود عبد العزيز ورحم الله الفنان الخلوق الأمة مصطفى سيد أحمد، وأسكنهم فسيح الجنان مع صديقينا والشهداء وحسن أولئك رفيقة. مشاهدينا قناة الشروق أعدت للفنان محمود عبد العزيز برنامج مع محمود اللي كان بث على شاشة قناة الشروق، كواليس مختلفة لأول مرة تبث للمشاهد الكريم، حتكون حاضر إن شاء الله في سهرة على شاشة قناة الشروق، إضافة لنغم سوداني من تقديم دكتور عفراء فتح الرحمن. هي غاصت عميقا في مناقب وإبداع الفنان الكبير مصطفى سيد أحمد. نهديكم في بداية هذا المشوار هذه الذكرى الندية الجميلة، مشاهدينا في انتظاركم. نحن نتحدث عن فنان على باب نهارات الصبر واقفات، هو الفنان المجدد صاحب الكشوفات في اختيار القصيدة المتمردة. لكن مهم جدا ان نتكلم عن انحياز مصطفى لانسان السودان، واللي هو انا بفتكر انه ده اثرت فيه حاجتين في تقديري انا، انه هو كان معلم، ده خلق منه يعني مسؤوليه كبيره جدا، وزوجته يعني فنان يعني عنده رساله يعني لمشروع واحد. اثنين انحيازه للقضايا خلاه ينتخب نوع بتاع نصوص مختلف تماما، وبالضرورة انه انتخاب هذه النصوص اوجد لنا معادل موسيقي مختلف. التفاصيل المختلفة معلش ده اضيف لكلام الاستاذ ربيع وكلام مهم جدا حقيقة، يعني انتماء مصطفى للانسان، هو طبعا حتى نحن نقول انسان السودان في الاول، لكن انتماء مصطفى للانسان ككل، يعني الفكرة بتاعت المغني الباحث عن مكاسب مادية وباحث عن أضواء باحث عن انتشار، دي مصطفى مواردة باعتبار أنه هو رجل بتحمل مسؤولية تجاه الآخر، حتى يعني دخل
مجال الغناء والفن بكل التعب والمشاكل اللي حصلت لي دي وخرج من الدنيا لا يمتلك اي حاجه. دي كيف لا يمتلك اي حاجه يا استاذ مدني؟ حرام عليك، حب الناس والاسم الكبير قد تكون افضل من الماده جدا. ما يمتلك نواحي ماديه يعني حب الناس ده ما اصلا هو بيركه اساسا. لا يمتلك اي مكسب مادي بيفكر فيه الفنان المغني العادي في فهم الناس الان. يعني الناس بتبحث عن مصالحها. مصطفى كان بيبحث عن توصيل فكره، بيبحث عن توصيل رساله للاخر. وزي ما قال لك ربيع، هو كمعلم كانت مسؤوليته، مسؤوليه المعلم لما يقدم اغنيه بيقدمها من واقع مسؤوليته. عشان كده هو عايش لغايه الليله ولغايه بكره ولغايه اجيال متلاحقه. انا افتكر انه حاجه اساسيه جدا في شخصيه مصطفى والمشروع بتاعه الجديه، تعامله مع المزالة بتاعت الفن دي وقضاياه على اي مستوى بشكل جاد جدا، وده خلاه يعرف يكون داير ياته نوع شعر حتى لو كتبه هو ولا لقاه ناقص ولا الكلام مرينا عليه ده. بنلقى انه في حاجه تيمة اساسيه جدا في الحاجات دي كلها اللي هي الايجابيه في التعامل. يعني مثلا اقول يا انت يا غير صحيح، علميني الاحتمال. اول شوك تعالي اللي بيندهك ان عبد العال السيد، نعم هرت رساله بالغنوات، يعني بتلقى في كميه من الحاجات عندها علاقه بالايجابيه اللي هي الايجابيه دي اكثر حاجه بتناغم المتلقي بتاعه. فبالتالي لما نلقاها انا كمتلقي لما نلقى غيمه زي دي بقوم ببقى عليها عشره زي ما بيقولوا، بالتالي بتنشا بيني وبينه صله وكده. ضحكة منتصفة وعنيدة، أملك
حديث